في كام كلمه كده الناس بتلخبط فيهم يا جماعه في الانجليزي. كلمه ساتش مثلا الناس فاكره ان ساتش يعني مثل، ساتش از هي اللي معناها مثل، ساتش از بس. يعني مثلا I like fruits such as kiwi, mangoes, grapes. such as يعني زي، اما such لوحدها معناها بالشكل ده. ازاي؟ يقول لك تعلم انجليزي، في كتاب عندي اسمه تعليم الانجليزيه في 3 ايام، اقول له يا عم I don't trust such books، ما بثقش انا في الكتب اللي بالشكل ده، الكتب اللي زي كده. such guys عيال بالشكل ده مثلا، اقول لك ايه رايك في العربيه دي، بص العربيه جامده كده، يقول لك لا such car would be very expensive، عربيه بالشكل ده هتبقى غاليه جدا. فكلمه such معناها like that، a car like that بتساوي such car. ده بالنسبه لكلمه such. سلام عليكم.